شوفوا ابويا تصاوب، اخواته تصاوبوا، اطفال نايمين هوني، اطفال نايمين هوني، طلع القذيفة نزلت، طلعوا. عندي عمي مرت عمي تصاوبوا، مرت عمي وبنتها توفوا. توفوا هنيكي، هلا شو هذا؟ عالم نايمين، قايمين تحت طين. تحت طين، خلينا نشوف هذا الحقير هذا بالشارع الكلب. طلع. طلع يا كلب، اجوا ذنب الاطفال، اجوا ذنبهم. لا غال، لا مرضوق، لا بطيخ. وإذا عن الحفنة أجوا بيوت من طين، بيوت من طين عندنا هوني. ليك طلع، ما في عندنا لا دواء، لا مشافي، لا دكاترة. إذا ما نطلع الطريق بيضربونا بالبواريد، الدبابات حاصرين هنيكي. إيش بدنا نسوي؟ أشو الزول إيش بده؟ يحل عنا بقى ينقلع، ينقلع. إيش بده؟ بده مصاري؟ خلي ياخذ منك سوريا وينقلع عن طيزنا اللي خلق هوني. نعم أنا أخوي لك أخو أطفال، أطفال ماتت. أطفال لا في لا في غاء هواء تنفس، لا في بطيخ، أطفال امبارح اللي بنصلح كبرناهم. أشو هيك؟ أشو حكي هذي؟ طلعوا 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 على الخراب، طلعوا. تعال شوف، لك أشو في هون؟ أشو هون؟ أشو في ذيك؟ طلعوا. لا كهرباء ولا بطيخ، دواء ما في، خلني الدواء فاضي، فاضي، ها تفضلوا. هاي فاضي فاضي، ها تفضلوا، ها فاضي. جمعت عم نركض وراها ركض، خرباني، قطني. تفضلوا، ايش بده؟ اصبر عنا. الله يعطي العافية على كل حال، الله يعطي العافية، خلي يشوف شغله بمرته وبولاده.